السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه وبافضل الاحوال ودائما الجديد باذن الله. اليوم غنشارك معكم هذه الكيكه هذه اللي خطيره، كنتمنى انكم تجربوها وما غاديش تندموا عليها. صراحه كتجي في منتهى الروعه، لا من اللذة ولا من المذاق ديالها ولا المكونات اللي هي بسيطه بزاف وكتحمر الوجه قدام الضيف ديالك. نبداو بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على نبي الهدى وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم خديت البول كما العادة، قبيصة الملح، جوج بيضات، هذوك البيضات كبارين، جوج بيضات بدرجة حرارة الغرفة. دائما باش نشحن الكيكة يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة. ساشي ديال سكر فانيلا، 120 غرام ديال سكر سنيدة، الكاس ما عامرش. بالنسبة اللي كيبغيو العبار بالكاس، كاس ما عامرش، وبالنسبه للعبارات 120 غرام تماما. فكنضرب دوك جوج بيضات مع داك السكر سنيده والساشي ديال الفانيلا حتى كيولي لي الخليط ابيض. عاد كنبدا نضيف الزيت، الزيت عاود بالعبار ديال الكاس كيما شفتوا ما عامرش، ما يعادل 120 مليلتر. المهم كنبقى نضيف الزيت شويه بشويه وانا كنطرب باش هكا تجيني الكيكه مهويه من الداخل وكتجينا مفشفشه وطالعه. فالمهم كنطرب ديك الزيت مزيان حتى كيزيد الضعف داك الحجم ديال الكيك كما كتشوفوا وكيولي ابيض. صافي، في هذه المرحله جبت هنايا عندي 120 مليلتر من العصير. هذاك العصير عندي مخلط ما بين برتقال والحامض، المهم مخلطين بجوج وضفتهم بعد ما صفيتو يعني مزيان، وحتى هو بدرجه حراره الغرفه باش هكا الكيك ديالنا كينجح لينا. المهم ملي خلطتو دابا غادي ناخذ الدقيق. المهم المجموع ديال الدقيق اللي خدات لي هاد الكيكه 200 غرام، ما يعادل جوج كيسان عامرين ديال بالعبار ديال العنبه، الكيسان ممسوحين كما شفتو. ودائما الكاس كنعمروه بالمعلقه باش ما كان يجيناش يعني ما كان نعمروش بزاف الكاس باش ما يجيناش الدقيق ماشي هو هذاك في الكيك، يعني يجينا العبار مضبوط. المهم ما تديوش عليا الكيك، دائما كيخصنا نحافظوا على المقادير باش كتنجح لينا الوصفه. صافي، في هذه المرحله غنضيف جوج ديال الاكياس ديال خميره الحلويات ما يعادل 16 غرام، كل كيس فيه 8 غرام. المهم حتى هما غادي نغربلهم باش الا كانت هكا شي حاجه كانت ما كتدخلش لينا في الكيك، ما كيجيناش شي دوك الكتل فيها. المهم تنخلط عاوتاني داك الخميره كما شفتوا الخليط ديال الكيك كيفاش كيجي. خديت هذا المول هذا المستطيل، المهم اي مول بغيتوا ديروا فيه هذه الكيكه فكتجي في منتهى الروعه. كنخوي داك الكيك في المول ودائما تنهزوا يدينا الفوق باش كتجينا الكيكه مهويه، ودائما كنزدحوا داك الاناء او داك المول باش كتحيد لنا داك الفقاعات. بالنسبه للحشوه اللي غادي نحتاج في هذه الكيكه، فكما شفتوا خديت جوج ديال التفاحات وكنحيد لهم داك القشره ديالهم. وبالنسبه لهاد الحشوه هذه كتجي في منتهى الروعه، راهي الا جربتوها غادي توليو مدمنين عليها. المهم هاد الحشوه هذه ما كتطلبش يعني بزاف ديال المكونات وبسيطه وسهله. المهم خديت الحكاكه ديال المطيشه كما شفتوا، خديت هاد الجهه اللي غليظه وبشرت فيها دوك التفيفيحات باش كيجيوني هكاك على شكل طولي. ومن بعد ما حكيتهم غادي نضيف لهم هنايا تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال اللوز افيلي ومعلقه كبيره ديال الكوك او جوز الهند، واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، المهم معلقه ما عامرهش ديال الزبده. كناخذ ديك الزبده كنلبسها مزيان في داك اللوز مع داك التفاح اللي حكيت حتى كتولي داك الشيء كله مندمج. كناخذ الكيك او خليط الكيك تنبدا نستف داك الحشوه هكا من الفوق. المهم كنحاول انني نلبس مزيان هذيك الكيكه كامله باش كتجي ديك الحشوه يعني فيها كلها، وممكن نديروها في اي مول كنفضلوه. المهم انا كتعجبني نديرها في هذا المول هذا ديال هذا المستطيل، كتجي رائعه. صافي، هنايا راني ما كندخلش انا ما كنشعلش الفران حتى كنبغي ندخل الكيكه. من بعد ما غنزيد ليها هنايا من الفوق واحد الساشي ديال سكر فانيلا باش كيعطيها واحد اللون كراميليزي من الفوق. دخلت الكيكه للفران، شعلته على 180 درجه، شعلت غير من التحت حتى كتطلع الكيكه مزيان وتطيب، عاد كنشعلها الفوق تحمر. خديت هنايا كما شفتوا نص كاس ديال عصير برتقال اللي صفيته مزيان
ودرتو في هاد لاكاسرول، درت واحد المعلقه كبيره ديال سكر سنيده وغادي نخليه يغلي مزيان. مره مره تنبقى نحرك هكا لان هاد العصير ديال البرتقال هو اللي غادي ندير لها من الفوق، يعني بحال نقولوا مثلا الا كان عندنا العسل او نباج او المربى فكندهنوها من الفوق به. المهم انا مني ولا ليا بحال هذا الشكل هكا كما شفتوا غادي نخويه في هذا الاناء، ومن بعد غادي ندوز نخرج الكيكه اللي راها دابا وجدات. المهم هاد الكيكه ما كتعدناش 45 دقيقه في الطير ديالها، ودائما تندير الكيك انا حتى كندخلها للفران عاد كنشعلو وكنشعلها من التحت حتى كتطلع مزيان وطيب، عاد كنديرها من الفوق باش تحمر شويه. المهم شوفوا كيفاش هذاك السكر فانيلا هو اللي عطى هذاك اللون الكراميليزي من الوجه ديالها. في هذه الاثناء هذه غادي نجيب شي حاجه فين غادي نديمو ليه هاد الكيكه هذه وهي راه باقا سخونه. المهم انا باش نقفل لا فيديو خصني ضروري نكمل معاكم، وهي خليوها تبرد من الاحسن باش ما يعني باش ما كتخسرش لينا الكيكه ديالنا لانها راها هشيشه بزاف. المهم غادي نقلبها على الوجه ديالها كما كتشوفوا، كنحاول غير بشويه باش ما نخسرهاش. من بعد ما قلبتها جبت داك البرتقال اللي درت اللي طيبت معاكم وكندير له بحال هذا الشكل هكا خطوط كما شفتوا، راه عقاد شويه كيولي بحال شكل العسل ولكن هو البرتقال وكيعطيها واحد النكهه يا سلام. انا كنفضل انني ندير هكا البرتقال كيعطي لوغو ديالو غزال في الكيك. وها هي الكيكه ديالنا واجده بهذا الشكل، صراحه كتجي غزاله. المهم انايا دابا غادي نخليها تبرد غير واحد شويه وغنقطع معكم شي مورسو، كنحاول نقطع غير بشويه لانها راها هشيشه وباقا سخونه غير باش نوريكم القوام ديالها. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي ما شاء الله طالعه وهشيشه ومعلكه بهذيك الحشوه. فكنتمنى انكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ومن التعليقات ديالكم الرائعه واللي كتشجعني وكتدعموني بها باش انني هكا نزل دي فيديو. واللي باقي ما اشترك فكنقولوا فضلا وليس امرا اشتركوا وفعلوا الجرس باش هكا ديما توصلوا بجديد الفيديوهات او الوصفات، وكنتمنى نفيدوا ونستافدوا منكم حتى حنايا. وشكرا لكم بزاف على حسن المتابعه والمشاهده، والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. في امان الله وحفظه.